معنا الأخت آسيا من إيطاليا. أخت آسيا تفضلي. السلام عليكم يا أستاذ طارق، وعليكم حياكم الله. السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك. وأنا يا أستاذ طارق أضيف مقولاتي وطلبي إلى السيد الذي طلب من شيخنا الدروس. أي نعم، وأنا أضيف طلبي إلى الشيخ، نحبه جدا جدا في الله، ونطلب منه الدعاء أولا، ونطلب منه الدروس لنستفيد من علمه، هذا أولا بإذن الله. أما سؤالي فلدينا أخت تزوجت في المغرب من رجل في فرنسا. أي نعم. لكن لما تزوج وعمل كل شيء الأوراق، ذهب إلى فرنسا، بعدين غير رأيه وقال له خذي محامي وطلقي نفسك، أنا مش عايزك. طلقي نفسك، أنا مش عايزك. كل مرة يقول لها طلقي نفسك، أنا مش عايزك. هل هي تعتبر مطلقة؟ أم هي ما زالت على ذمته؟ التوثيق التوثيق يا أخت آسيا تم في المغرب أم تم في إيطاليا؟ لا في هو ما حصلش توثيق يا أخي طارق. تم في المغرب بشروط وكله تمام. أي نعم. طب خلينا نسمع إجابة الشيخ، لأن الشيخ يبدو فيه أنه تفضل مولانا. لا هو أستاذ طارق حبيبي، هي أختنا الأخت آسيا جزاها الله خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يظلنا بظله من لا ظل إلا ظله. هي تقول أنه هو أمرها بأنها تذهب إلى القاضي ليطلق لها، فالرجل لم يطلق. أي نعم. وبالتالي أنا كلامنا هنا ليس عن التوثيق، ليس لنا علاقة بالتوثيق. أي نعم. إننا علاقة بالحكم الشرعي، هل وقع طلاق ولم يقع طلاق؟ الرجل لم يطلق. أي نعم. الرجل لم يصدر عنه لفظ طلاق، كما تقول أختنا آسيا جزاها الله خيرا، الرجل يعني تم عقله عليها وبعدين سافر وتركها، وبعدين انقطع تواصله معها، ولم يباشر إجراءات استقدامه لزوجه معه حيث يقيم وتقيم معه حيث أقام، وبالتالي هو رسلها بأنها تذهب إلى القاضي ليطلق لها، بالتالي لم يقع طلاق. وبالتالي سؤال أختنا أسى بالنص كما سمعته، هل تعتبر طلاق؟ لا، هو الرجل لم يطلق. أين؟ لأن الذي يطلق الحديث يقول الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق لمن أخذ بالساق، ونصوص القرآن كلها تقول إن اللي يطلق الرجل، قال تعالى يا أيها النبي، أدي أول آية في سورة النساء الصغرى واسمها الأشهر سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أدي واحد. قوله تعالى في سورة البقرة في آيتين متتاليتين، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والآية بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. يعني فهذه الآية هاتان من سورة البقرة تشيران إلى أن الطلاق يقع من الرجل، يقع من الرجل. وكذلك في سورة الأحزاب يقول تعالى يا أيها النبي إذا نكحتم ثم طلقتموهن، فكل هذه الآيات تشير إلى أن الطلاق بيد الرجل. طيب إذا تعسف الرجل، إذا لم يطلق الرجل والمرأة ثابت وقع لها ضرر، وقع لها ضرر، فبالتالي تذهب إلى القاضي ليطلق لها، وبالتالي أختنا لم يقع لها طلاق، وعليها أن تذهب فعلا إلى القاضي لتثبت بعد زوجها عنها وتضررها ببعده عنها لأنها تخشى على نفس الفتنة، وبالتالي يطلق لها القاضي حيث تقيم في البلدة التي تقع فيها وفي الموقع الجغرافي اللي فيه قضاء وفي محكمة عندها.